انا ام زهقاق دابا الدريه ضلها بخير وعلى خير. العشيه جات الام الدري لعندو بقينا عيضرب الليل ريت على الدريه استعا خرجت هي خرجت باش طارت من قدامي خرجت نعيط خينا وياها مشيت تجري طال الدار لعندها حق الدار دار امو ودخلتني ما دخلت دخلت راسي لعندها غوت خرجت لعندي سدت لقاف امي قالت لي اسكتي قلت لي اعطيني بنتي بنتي راه داها ولدك ودرك راه جا راجلي غادي يجي يذبحني ويذبحكم قالت لي اسكتي اسكتي بنتك ما ماشيه لين ما غابالين بنتك راه غادي تبان واحد شويه غوتها وقالت تقول لي ثاني وهي تخلع قالت تقول لي ها ها فين مشات بنتك قول لي ما انا بنتك فين مشات فين مشات فين مشات خرجت هربت خفت من الناس ميتا لحقت العشوش ديالي رجعت فاش جا الراجل عندي ما قلتليش ما هضرتش معاه مشيت تنجري ثاني عندهم لحقت عنده معانا راس فراس سطو ثاني غيلم وباه وبو الدري قلت ليها هاد الفكره ما طاحتش عليا تلحقت عنده وانا نقول ليها اش الدريه ديتوها وبغاها ولدك وداها ولدك دابا غادي ندير معكم حاجه ما نقول لكم حتى حاجه ما كل مخزن لا والو اجون عندي وندير معكم كيفاش يليق نعطيكم الدريه انا خرجت من الباب برا تبعتني لم تبعني باه قربنا حنا للعشوش راجلين ما مشاوريش معاه الحق هو سقد ديك الساعه بعد عليا ما سمع نقول ليه هو جلس في التيساع عليا واحد شويه هي لحقت معايا للعشوش كوناتي هو ملي صاب الراجل مشى سقد مشى رجع هي فاش مشى راجلي لحق العد الجدرميه جابهم عيط لهم جاو ديك الليله في هذيك الساعه نيت لحقوا عندنا دازوا لصبقوهم هما الاولين دخلوا لعندهم مشيت انا تانا ما مشيتش لعندهم قلت لهم انا خلوني نمشي للدار قالوا لي لا قعدي تي ما تمشيش للدار قعدت في الطريق حتى جاو لعندي سولوني قلت لهم ودي بنتي انا هاك طرافي وهاك طرافي راها خرجات وقال لي عرفتي فلان قلت لي في الوجه ما تنعرفوش الولد والبولم تنعرفهم هو اللي داها ليا قال لي راكي لايحه الباطل عليه قلت ليها سيدي ما ريحاش الباطل عليه نهار راه ما قراكم ولحقكم لهذا المرحم ديالكم راه كل كنت انا نلوح الباطل نلوح على واحد اخر هو دابا هو اللي ماديها ماتت ديالو حياته ديالو ودابا درك تشوفوا تصنتوا على عينيكم صافي مشاو مشيت في حالاتي انايا رجعوا لتما نيت غير داز الصباح صباح الحال ولاو تيرسلوا لها الناس تيقولوا الراجل تيجيبوا لي في الجماعه يلاه سير قولي ليه ديري لنا تنازلي لنا على الدعوه وحتى تنازلي على الدعوه تجيبوا لك الدريه تا يقول لهم هو ودي يجيبوا لك الدريه تبان لك عند المخزن انا نتنازل لكم على الدعوه ما غاديش نخليك تمشي للحبس تا يقول لك تخطوا عليه تيقول لك لا ما درتيش تنازلتي على الدعوه حنا ما نعطيوهاش ما ردوها لكش قال اين كاع ما تبقاي محل راسك بقى انا هذاك الشيء خلاص سير اليوم بكيت ندبت جدبت عميت من العين ما خليت كيفاش درت والو قواش خلاتها لهذا الخميس اللي داز غير تاع غدا صيفطوا لنا جوج ناس ثاني قالوا لي سير قول لهم احنا ما نمشوش معاكم وانتم توكلوا لنا سيروا مع باها يدير لكم اش خلات تنازلت عنا على الدعوه يضرب لنا تنازلنا على الدعوه وحتى تشدي حتى الدعوه عند تنازلت عندك صافي غادي نجيبوك الدريه نبينوها لك من نهار مشات ما شتها هذه 3 سنين وهكا طالعه في الرابع ما نعرف انا لا ميته لا حيه ما تنعرف لا فين كاينه لا فين ساكنه لا فين منين جات لا منين مشات بقاش وجهها تيبان لقى الكاع دابا بنتي حكت عليا بكيت عليا ما قيس ما بكيتش بكيت تشريف ديما ديما انا باكيه بقاش بقى في الحال بغيت بنتي نشوفها دابا ما عندي انا ما ندير لا بغيت عاد الدرجه نشوفها نهار لا شتها ولا بغاها ما عندي انا بها كهسار والو قطعت ليا بنتي وهي صغيره وهي الاخرى عندي انا ما سخيتش بها سخاني بها درعس الشريف درك تنطلب منكم اللي شافها واللي بانت ليه ولا يعلم بها ولا يشدها وعيط عليهم ولا راه شخلاتها هادشي كل شيء دايز رانا شخلاتها بنتي حاكة على الموت والحياه في الدنيا هادي انا بغيت نشوفها حد يحكي قبل الموت ما لمت ما غاديش تبقى تجي ما غاديش تبير كاع الاين هادشي الشريف شخلة اللي داز عليا وراه وحده تجيهم من عائلتهم ساكنه في الدار البيضاء وراجلها قايد هي اللي وقفت معاهم اللي تيقولوا تيقولك راه وقفت معاهم دارت لاكار دارت العقد دارت كل شيء نهار راجلي مشى نهار مشات الدريه داز لعند ماي الحاله قال لي ما ودي هادي نزهقاق نهار تلحق العمر ديالها السنه نهار جات عندكم غدا الوريقات ما تعطيوهاش ملي سمعنا قالوا الدريه عقدت ما نعرف انا كيفاش هاد المشكل كيفاش دايرين لنا هاد الشيء ما عرفنا مناش الدار الهضره تدور حنا ما شناش باش الناس تيقولنا عقدات ها الناس تيقولنا حنا ما شنا والو خاصها عام على 18 عام كامل اللي خاصها على 18 ديالها
هي باقا صغيره باقا شخلا تعباش خلا وقال لها وكان الدماغ ولا علم عليها الله تعت ربي ولا تعت العبد مرحبا به لكن تعت الله ما كان تعت العبد رانا اليوم تودينا وياه ما نشد لقيت ربي يشد لقى فيه من الحق شوا وليت انا في بنتي وحرقوني في بنتي وما سخيت بها ما سخات بدار ابوها ما سخات بها بخوتها بخواتها بكل شيء ليها درك انا تنطلب فيكم كاع اللي بانت ليه وشافها حنا يتصل بينا انا خويا الاخ ديال قاق نزهه الدريه اخت ديالي عطينا لواحد السيد برغبتها قابلنيت ليا ويا قابلنيت بغات تهضر معاه تمشي عندو للدار المهم عطينا بالفهم تنتسناو بالحق القانون يكتب عليها ديك الساعه وغادي يبدا هاد السيد ناض تعيط للخطيب ديالها اللي كان خاطبها تيقول لي راه هاد السيده انا تنوجهك انا واحد السيده راه تيجي لعندها العشوش راه كاين وها كاين السيد ما قال لينا ما والو سكت دار هذيك الهضره ما كايناش المهم بقات فاش السيد صاوب ما عمرش مع السوق اختفى فاش داها عيط لينا قال السيد راه النمره السيد اللي اختفى فاش اختفى مشى الوالد عند الجندارم لابريكاد طيب جاو معاه وصلوا العلم كان عند السيد المهم مشاو تبعدوا لحقوا لابريكاد قالوا لي الدري راه داري ولادو راه كاين كاع المهم عقب رجعوا ثاني قالوا لي السيد ما كاينش راه هرب مشى المهم فاش مشات هذيك قالوا لي هرب مشى جاو ولا تيجيبونا في الجماعه واحد خالو المهم اسماء الناس كاينين هذوك الناس اللي تيهدونا بالتنازل راه كاين في الشكايه كاع في الشكايه كاينين تيجيو تيقول لك عطينا التنازل كاين عليه مشهود تيقول عطينا التنازل وعطينا الوثائق ونجيب لكم الدريه ناقض واحد السيد من هذوك الناس اللي في الشهود قال لي انا غير نهضر في بلاصه بها جيب الدريه تهضر قدامنا نعطيك التنازل قال لي والله ما كان التنازل لا شتوها المهم درنا شكايه على الوكيل الملك عند الجندارم درنا شكايه لوزير العدل في الرباط عقب تاي درت شكايه ثاني في المحكمه انا الابتدائيه في جعد ما بان لنا حتى حاجه الباب اللي دقينا عليه تدفى بوجوهنا خويا داك الشيء اللي درنا محاوله لكاع الشكايات المهم كاع اللي في المخزن كاع اللي وصلنا ليها شيء مول الحاله المدنيه علمته انا علم الوالد قال لنا يا ودي هاد الدريه راه قاصره مختطفه لا جات ما عطيتهاش كل اذن بها او اعلم بها الدريه راه مختطفه قال كيجي واخا سيدي بقات واحد السيمانه ولا جوج لقى الوالد قال يا ودي الا جات نعطيها المهم بقات الدور فاش كل حقت القانون ديال حقت 18 السن ديالها سمعنا دارت الهضره تيقول لك وجد ضدات نسوخ هادشي تان بغينا المسؤولين اللي كاع اللي واصل لشي حاجه مسؤول بغينا يحرك الملف ويشوف هادشي واش قانون لا كان قانون الدريه قاصره مختطفه يعطيوها ولا نعطيو التنازل بلا ما نشوفوها نعرفوا بلا قانون كان هادشي ما واش قانون خصنا نعرفوا شنو كاين حنا المسؤولين بغيناهم يتصنتوا في هادشي وبغيناهم يحركوا الملف وخطنا النداء نوصلوا للمسؤولين كاملين وزير العدل المهم كاع المسؤولين الدريه ماشي قاصره اللي شافها بغيتهم يعلموا بها الشرطه المهم يعلموا بها فيما شافوها في المكان المهم الدريه قاصره هذه طالعه في 4 سنين ما شناش ما عرفنا لا حاجه لا ميته لا اشنو طاري بها المهم تندوا يعني الناس المسؤولين كاملين الدريه تخطفت لنا من الدار الدريه قاصره نتنبو الناس المسؤولين الناس الدرية ما باتت ما صبحت الدرية تقطعت قصيرة نحنا الساعة ما بان لينا حتى حاجة الناس باقيين دوك تيهدونا تيبقاو عطينا التنازل لأن النداء تنوجهو لكاع المسؤولين كاع الناس المسؤولين وتنوجهو الرسالة لحق محمد السادس